السلام عليكم، الله يسعد جميع أوقاتكم. هذه قصة الحقيقة من القصص النادرة واللي فيها صعوبة شوي. جرت على شيوخ الرولة، على الشعالين، فهد بن النوري وطراد بن سطام النوري، أبناء عمومه وشيوخ، هم شيوخ الرولة. وكان عندهم الشاعر المعروف خلف أبو زويد الشمري اللي يشتهر بوصف الركايب. ومن قصايد الشاعر خلف أبو زويد بوصف الهجن منها اللي يقول: أنا هوى بالي خطأت سجلة، هذه هوى بالي وهذه مرادي، مدحيت الفخذين طوله بقلة حمراء، ودمث غاربه لشدادي اللي قل لو سود القرب اللي قله والمبعيد، وحال دون حمادي تشدت هن في الخفرتن جاه خله متعنيله، من ديار نبعادي ربد نعام وطالعت زعدله ودلت تنزح معقر راس وادي. كان جار للشعالين خلف ابو زويد وقضى عندهم عدد من السنين. وبعد فتره استاذنهم للعودة إلى ديرته وإلى ربعه، وشد من ديرة الرولة متجها القبيلة شمر، وبقي في منتصف الطريق. بالفترة هذه حل ضيف على فهد بن النوري بن شعلان، والضيف من رجال عقيل، رجال عقيل معروفين يقومون بتوزيع التجارة وبتأليف الإبل في نجد وفي جميع أقطار الجزيرة العربية، وكانوا يعبرون الطرق وأصحاب رحلات. العقيلي هذا اللي حل ضيفا على فهد بن النوري معه مجموعة من الإبل على مختلف أشكال وأنواع الإبل وللبيع، طبعا يشتري ويبيع وهو ماشي. أخذ واجبة عند الشيخ فهد بن النوري، ويوم أصبح الصباح اجتمعوا عند فهد من أجل أن يبتاعوا ويشترون من العقيلي. كان لطراد بن سطام جار عايش مع الرولة، وكان للجار هذا قعود ضايع له أكثر من 3 سنوات واسمع عليه طبعا، وكل الرولة يعرفونه، وبحث عنه أكثر من 3 سنين لكن لم يجده. عندما جاء جار الرولة اجتمعوا كلهم يتفرجون على الإبل ويبتاعون ويشترون، الجار وجد قعوده من ضمن الإبل اللي يقتنيها العقيلي، فبلغهم قال: يا جماعة أنا هذا قعودي والحلال يرجع لأهله، وكلكم تعرفون القعود هذا وهذا واسمي عليه. قال العقيلي: يا أخي أنا مالي ذنب، أنا رجل بتاع واشتري بالإبل واشتريت القعود هذا من ضمن الإبل اللي دفعت فيها مالي. قال فهد بن النوري: هو صادق، هذا ضيفي والإبل هذه كلها مشتريها بدراهمة، يعني ما سرقها سرق. راح جارهم وحط الرسن برأس القعود وقفابه، وقال فهد: رجع القعود، وتأزم وضعه مشوي. قال طراد: لا يمكن يرجع، هذا قعود جارنا وجارنا لحق علينا، وكلكم أنا واثق تمام الثقة أنكم تعرفون أن القعود هذا هو قعود جاري، ولا يمكن يرجع القعود إلا بيوم عظيم. انقسموا الرولة قسمين، قسم مع طراد بن سطام وقسم مع فهد بن النوري، وتأزم الوضع بينهم، وكل حمل سلاحه يعني، وكادت تكون معركة دامية. قام واحد من شبان الرولة من الرجال اللي فيهم خير، وطلب من الشعالين انهم ينتظرون من اجل ان يبحث عن حل المشكلة، وطلب منهم عبارة عن هدنة حرب مدة يومين، وارتحل لاحقا ببو زويد لأنه يخبر أن ابو زويد
رجل صاحب راي، ومع رايه وسداد كلمته يقدرون هالشعالين، يعرف انه رايحين ينصتون لكلمة ابو زويد، وممكن كلمة ابو زويد انها تصلح بينهم، وفعلا تحقق الشيء هذا مثل ما توقع الرويلي. فذهب لابو زويد وصل عنده وبلغه عن الموضوع، وامسى عند ابو زويد ذيك الليلة، وعندما اصبحوا شدوا على ركايبهم ابو زويد الشمري والرويلي المندوب. وعندما وصلوا للشعالين طلب منهم أبو زويد أنهم يجتمعون ولو ربع ساعة من أجل أن يلقي هذه الكلمة عليهم، وهداهم الله سبحانه وتعالى وألقى على مسامعهم قصيدة أصلحت بينهم، لأن الشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. والشعر ينقسم إلى قسمين، قسم إثارة نسأل الله العافية، في بعض الشعر قصيدة تثير الناس على بعض وتسبب فتن مقاتلة، وبعض من الشعر تكون قصيدته مصلحة. فجزى الله أبو زويد خيرا، وأسأل الله العلي القدير بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن تبقى له هذه القصيدة في موازين حسناته، يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عندما اجتمعوا الشعالين بدأ أبو زويد بإلقاء هذه القصيدة عليهم، وانتهت مشكلتهم بنفس اللحظة، مجرد ما انتهى من قصيدة انتهت المشكلة وانحلت. يقول: يا الله يا عالم خفيات الأسرار، يا عالم بالبينة والجحادة، يا خالق الجنة ويا خالق النار، ويا مدبر الدنيا وبيدك نفادة، يا الله طلبتك يا الولي طلب تسخار، طلبة ضعيف مصخر بالعبادة، تفرق القلب طول الأيام محتار، لي قلت هود قاه هم وزاده قلب غدا، لمحسلك الشوك معذار، طلح بساتينة وسدر بلاده، ومن بعد ذا راس بن فوق مذعار، ما فوقها إلا مذهبه مع شداده. من بعد ذا راس بن فوق مذعار، ما فوقها إلا مذهبه مع شداده، حمرة هميم من عينها تقل حمار، تجلب سم المشهاب عقب السواد، عين العديم ليسمع حس ثوار، شبل وله عند الملازيم عادة. عين العديم ليسمع حس ثوار، شبل وله عند الملازيم عادة، حمرة شادي بالخلا رقط الأطيار، شوكة لذان وغاربة به سنادة، هذنة تشادي لون كرناف تلبار، لصار ترب هشتا في برادة، ركابها تسنه بظل من الغار، لا هي دنون ولا بطبع شرادة، تمسي بدار وتصبح الصبح بديار، تفزز عنود مع خطات الحمادة، تلفي فهد وتبلغه بعض الأخبار والعلم، كل حافظة في فواده، ما بالصبر يا شيخ لك كسر تعبار، لملك الدنيا تبين مقادة، هذا زمان انسان هطرم ومنعار، ولو حل في صم الصخر كان باده، ولم نعقول نحيل كله بها عشار، تلقح ولا يدرب حزة ولادة، تلقح رجال مرجال بالأشوار، لقاح قبسون قمعها زنادة، وسبت لقاح من مدورة الأشرار، وكل النهار الكون ياخذ مراده، واكثر سبت لقاحه من مدورة الأشرار، وكل النهار الكون ياخذ مراده، ولولا ردات الشور ما صار من خلقة الدنيا، طمعها فساده وأكثر خراب الدار من ورثة الدار، وكم نرجى ويد يحرف سماده، ويا كبرها يا عبرها يا أهل الأفكار، يا حيف يا أهل الراي وأهل السيادة، يا طراد ذبح الضيف يا شيخ معيار ذي خصلتن، ما هي للأجواد عاد إنسان ذبح الضيف بين الملسار، الناس من يامن بواقة عهاده بسبب قعود ما سوى ربع دينار، ودعواه ما تازن جناح القرادة، قيمة قعود الضيف تعرف مقدار، ويعطى على قيمة قعوده زيادة، مدام ضيف ومخطيل على جار، عزلها نكسال من سواده. الشاعر خالف أبو زويد بالرخيص الشمري.